بسم الله الرحمن الرحيم. موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. شدد نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح على مجابهة الفكر الإمامي الطائفي للميليشيا الحوثية، وحث خلال لقائه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على مضاعفة الجهود لمواجهة الحملة الفكرية والتضليل الدعائي لميليشيا الحوثي الإنقلابية واستمرارها في تجهيل الشعب اليمني، ونوه إلى ضرورة الإكثار من التوعية للمجتمع لتقوية تماسكه وتعرية آثار الانقلاب للميليشيا التي تحتكر الخطاب الديني وتستهدف قيم الجمهورية والمواطنة والحرية. قتل قياديان ميدانيان بارزان من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مران جنوب غربي محافظة صعدة، وقالت مصادر عسكرية أن القياديين الحوثيين أحمد علال الرضاعي وأحمد الغزي لقيا مصرعهما مع عدد من مرافقيهما في مواجهات مع أفراد الجيش الوطني في منطقة الجميم في مران بمديرية حيدان. في سياق يواصل الجيش الوطني تنفيذ عملية تمشيط واسعة لمنطقة أبواب الحديد المطلة على مركز مديرية باقم شمال غربي محافظة صعدة، وقتل وجرح مسلحون حوثيون في كمين محكم نفذه مقاتل الجيش الوطني. صدت قوات الجيش الوطني محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإنقلابية في منطقة قانيا بمحافظة البيضاء. مصادر ميدانية قالت إن الميليشيا حاولت تنفيذ عملية التفاف على مواقع الجيش في شبكة حوران بجبهة قانية، وأوضحت المصادر أن أبطال الجيش أفشلوا محاولة الميليشيا وكبدوا العناصر المتسللة خسائر كبيرة. دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية بالقرب من قوس النصر على الطريق المؤدي إلى منطقة الكيلو 16 جنوب شرقي مدينة الحديدة، وتبادل الطرفان القصف المدفعي وسمع دوي انفجارات عنيفة خلال الساعة الماضية، وتواصل الفرق الهندسية في المناطق المحررة تفكيك ونزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون. هذا وكشف صحيفة البيان الإماراتية نقلا عن مصادر وصفتها بالمسؤولة في محافظة الحديدة عن استعداد قوات الشرعية وبدعم من التحالف العربي لبدء عملية عسكرية بحرية وبرية باتجاه ميناء الحديدة خلال اليومين القادمين لاستكمال تحرير المدينة والميناء. ونتيجة خسائرها المتواصلة لجأت ميليشيا الحوثي إلى شن قصف عشوائي على القرى المحررة بمديرية الدرهمي في محافظة الحديدة، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة والديه بجروح، كما واصلت الميليشيا قصف منازل المواطنين في مدينة توحيتا جنوب محافظة الحديدة متسببة في وقوع مزيد من الضحايا من المدنيين. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية مساء أمس صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه أراضي المملكة، وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا أطلقت الصاروخ باتجاه جازان بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والأهلة بالسكان، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره دون أن ينتج عن ذلك أي أضرار. أحيا حزب التجمع اليمني للإصلاح بمدينة تعز الذكرى 28 لتأسيس الحزب بمهرجان فني وخطابي وسط حضور رسمي وشعبي. وفي بيان أصدره الحزب أكد أنه يعمل بكل جد وإخلاص ضمن الحكومة الشرعية وبمعية دول التحالف العربي لسعادة الشرعية وتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب العنصري. ودعا إصلاح تعز الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي إلى تقديم الدعم اللازم لتحرير المحافظة، وأشاد بجهود اللجنة الرئاسية وما حققته وتحققه من إنجازات في مجال الأمن وتطبيع الأوضاع وتطهير أحياء مدينة تعز من عناصر القتل وخلايا الفوضى. ودعا بيان لإصلاح كل أبناء المحافظة لحشد كافة الجهود لاستكمال التحرير وترسيخ الأمن، كما دعا السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة الشرعية إلى الاهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى. نهاية الموجز، في أمان الله.